انت شخصيتك كانت دايما بتميل للهزار وما زلت يعني بتحب الهزار وبتحب الضحك، ولكن دلوقتي انا حاسس ان انت شخصيتك اتغيرت سنة، يعني بقيت بتميل اكثر للجدية. بمعنى هل ده مسؤولية ملقاة على عاتقك، ولا انت شايف ان انت الشخصية نفسها اتغيرت؟ ما اعتقدش ان الشخصية نفسها اتغيرت. لا لا، الشخصية ما اتغيرتش على حقيقة الإسلام، بس ممكن في انطباع متاخد ان انت بتهزر كتير، ان انت بتضحك كتير، ده ممكن يكون منتخب ان هو بيقلل من تركيزك مثلا شويه. ففي ناس مش شايفه ان ده، مع ان بركات كان بيهزر هم طول حياته. ما كانش في سوشيال ميديا ساعة بركات، انت ما كانش في حد قاعد لك على الواحده، حد مركز معاك. لما بيجي يحصل اي اخفاق فبتلاقي في اسامي معينه بترتبط اساميها بالاخفاق، وساعات المكسب بتلاقي في اسامي تانية خالص. في حاجات جديده علينا كلعيبه في النادي، يعني احنا دايما بنشيل بعض، ويمكن الحته دي مهمه يعني. فانت بتحاول، في طبعا انت مسؤول دلوقتي، وفي فترات مش مقبول فيها ان انت تهزر او تضحك، لان بتبقى في ظروف مهمه لازم تبقى موجود فيها. الحاجه طبعا الثانيه، انت بتبقى مثل، انت من الناس الاربع كباتن الكبار في الفرقه، فلازم تبقى على قد المسؤوليه يعني. زائد ان احنا في اوضه اللبس انت ليك شكل تاني مختلف خالص، في المحاضرات انت ليك شخصيه ثالثه خالص، بتكلم بتوجه في الماتشات الكبيره، واحنا كلاعيبه نحس ببعض في الماتشات الكبيره، مين اللي قادر يتحمل المسؤوليه، مين اللي عينك بتبقى في عينه وحاسس ان هو مركز، مش خايف، مش قلقان، مش بيتدارم الكوره. فرق ما بين التركيز والخوف. طبعا مش بيتدارم الكوره، عارف ان عاشور النهارده هيبقى في ظهري، عارف ان احمد فتحي هيبقى كذا، انت بتبقى عارف، عارف ان هو مش مستني تقييم من الناس اللي على تويتر ولا اللي على الفيسبوك، ولا هو مش فارق معاه الكلام ده، هو فارق معاه الفرقه. كلنا بننتقد وكلنا طبيعي، وانا دايما ليا كلمه كابتن اسلام، زي ما بتقبل ان الناس ترفعك سبع سما وتشيد بيك، لازم تقبل ان الناس تنتقدك. لازم تقبل ان الناس تنتقدك، بس وقت النقد ده ما تهربش، وقت النقد ده ما تتداراش. انت بتلعب في نادي كبير جدا، انت بتلعب في نادي لازم تقف معاه في الاوقات الوحشه قبل الاوقات الحلوه. عليك، ده دايما اللي انا بقوله، ان انتوا يا جماعه ما هو الناس دي، انا حتى قلت لصلاح لمحمد، قلت له كده، قلت له محمد ما هو انت في الوقت في الفترة اللي فاتت بعد الخروج والدنيا كانت صعبة شوية، انتقاد كبير يعني لمحمد، فأنا قلت له ما هو الناس دي هي اللي عملتك. طبيعي يا كابتن، لا طبيعي لأي حاجة. هو ممكن يا كابتن اسلام ساعات يبقى في تجاوزات بتزعلك. التجاوزات طبعا انا معاك فيها 100%. في فرق بين حد ينتقدك وبيتجاوز في حقك، لأن في دلوقتي، أنا دايما بقول بص يا كابتن اسلام، جمهور النادي الأهلي بالنسبة لي يعني، أو بالنسبة لنا معظمنا، جمهور المدرج، جمهور النادي الاهلي، جمهور الثالثه شمال، الجمهور اللي بيجي لك، اللي انت عارف رد فعلك بينك وبينه ايه على طول، على الهواء وانت إيه؟ على الهواء كده بيقول لك في الملعب يعني. فدي نقطه مهمه، وعمره ما يتجاوز في حقك. برافو عليك، حتى لو بينقدك. انت عارف يا سعد، بمناسبه الجمهور، بس احنا ايامنا كان في الجمهور دايما، المباريات اللي كنا عايز تعرف انت كنت كويس ولا وحش، كنت بتعرف المباراه اللي بعدها ازاي. كان الجمهور ينده على لو هم شايفين ان اسلام ده نمره واحد او احسن واحد في المباراه اللي فاتت، يندهوا عليه اول واحد. اول واحد فاكر؟ يعني الحاجات دي بتتعمل. طبعا ايام ما كان، ولحد دلوقتي بتتعمل، ولحد دلوقتي يندهوا على، ما بيندهوش مثلا على ان ابو تريكه نجم الفرقه ولا بركات، لا ممكن بركات وابو تريكه ما يندهوش عليهم خالص، او يندهوا عليهم في الاخر لانهم كانوا وحشين الماتش اللي فات، لكن يندهوا على سعد نمره واحد. فده اللي احنا كنا بنشوفه، وده اللي وساعات عايز يفوق. السوشيال ميديا دلوقتي مختلف، وعايز يبقى فوق لعيب، الجمهور يبقى عايز يفوق لعيب، فيديله طريقه مختلفه في التشجيع، عايز يوصل للعيب ان انت المفروض تزود احسن من كده، فتلاقي التشجيع بتاعته او الندهه بتاعته مختلفه شويه، مش زي كل مره. فدي رسائل بتوصل لك وانت بتبقى فاهمها كلعيب، بالذات اللي عارف الجمهور ومرتبط بالجمهور. طبعا فدي بيبقى من جواك بتديك دافع. لو بينتقدك ممكن يجي يعلق لك يافطه، يقول لك فيها جمله بتفوقك، جمله بتحفزك فوق، استرجل انت في الكلام ده كله اقوى من اي تجاوز. بس الكلام اللي انت بتقوله ده للناس اللي قادره على كده. طبعا. الناس اللي قريبه من الجمهور وشايفه ان الجمهور ده من حقه ان هو ينتقدك زي ما هو كان مطلعك سبع سنين. بص يا كابتن اسلام، ينتقدك دي انا معاك فيها. لكن ان هو يتجاوز في حقك ما بتحصلش من جمهور الاهلي اللي احنا عارفينه. الجمهور النادي الاهلي يهمه في الاول وفي الاخر مصلحه النادي. مصلحه فريق النادي الاهلي، بغض النظر عن اي اسم. انا بقول دايما للعيبه كتير بتيجي ممكن ما تستحملش. يعني في لعيب لا داعي لذكر اسمه مره، بنلعب مباراه مع الانتاج الحربي. جايين ثاني يوم متضايقين. فقال في يا جماعه احنا متعادلين ماتش يعني، طبعا احنا سمعنا الكلمه يا نهار ابيض، كان لعيب جديد يعني. اعتقد ما كملش. ما كملش لا. فسمعنا الكلمه، قلت له يعني ايه؟ قال لك تعادلنا ماتش مع الانتاج، يعني ايه اللي حصل يعني؟ ايه الناس ليه زي ما علينا كده والناس فقلت له بكره لما تقعد في النادي شويه هتعرف ليه الناس زي ما علينا.
انا بقول لك كلام مش عشان التلفزيون بس، كلام حقيقي. لا انا عرفتك. لا لازم الناس تزوم علينا، لازم لما نتعادل او لازم لما نخسر لازم الناس تزوم ولازم الناس تتضايق ولازم نتقبل الكلام ده، عشان حجم النادي كده، حجم المكان كده، مش قادر تتقبل ده وتتحمله خلاص. زي حاجه برضو انا مش عايزك تعلق عليها يعني، دي ان مستر مثلا لاسارتي بعد اللي قال لك ما احنا خدنا الدوري، ايوه بس خسرنا الكاس وخسرنا بطوله افريقيا يعني، انت فاهم. عموما خلينا نروح نكمل برضو، حبايبك كتير انت برضو، الناس عايزاها الحمد لله. فخلينا نطلع نشوف برضو محمود متولي.